السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله أيها الأحبة إنما كنتم تتابعونا في حلقة جديدة من برنامج فتاوى الذي سنكون فيه وإياكم طيلة أيام الشهر الفضيل. للاستفسار حول أي موضوع يمكنكم الاتصال على الأرقام التي ستظهر أسفل الشاشة، وسيجيب عليها فضيلة الشيخ إبراهيم خليل عوض الله، نائب المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية ومفتي رام الله. دعونا نرحب به وإياكم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم الله. كيف حالك وكيف الصيام معك؟ الله يبارك. الحمد لله رب العالمين. كيف مرأت الأيام السابقة من رمضان؟ حلوة ولطيفة. الحمد لله رب العالمين. سؤالي الأول، المفروض أنه في رمضان تصفد الشياطين، طب العصبية اللي إحنا فيها هلأ والمشاكل اللي بتصير شو سببها؟ بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. سؤالك يعني يطرح دائما، لأنه الحديث أنه إذا دخل رمضان سلسلت الشياطين أو صفدت الشياطين، هذا حديث ثابت وصحيح. الآن في الواقع يظن الناس أنه يعني مع تصفيد الشياطين إنه فيش يعني شر في الدنيا، ما فيش شر. نعم. الشر لن ينتهي، لن ينتهي من بين الخلق، لكن يفترض في الصائمين الذين يصومون ويلتزمون بأحكام الصيام وأحكام الدين المتعلقة بهذه العبادة أن يتقيدوا في أخلاقياتهم بكل شيء، حتى بالروية، حتى بالهدوء. يعني ربنا يعفيهم من ضغط الشيطان، من تأثيرات الشيطان، لكن ليس كل شيء من الشيطان. يعني في هناك يعني تصرفات ناتجة من بدوافع إنسانية بشرية فقط، وفي منها فيها شر وفيها أذى وفيها ضرر. هذه تحتاج دائما إلى تعديل وتهذيب وإطفاء حتى تكون سليمة وسوية. نعم. معنا اتصال عرفات من غزة. السلام عليكم ورحمة الله. أخ عرفات، السلام عليكم. عرفات تفضل. عليكم السلام. تفضل أخي عرفات، لو سمحت تخفض صوت التلفزيون عندك وتسمعنا من سماعة الهاتف لو سمحت. أوكي، ما فيش مشكلة. تفضل. يعطيك العافية. أهلا فيك. بدي أسأل الشيخ، يمكن لو الواحد قادر يصوم إيش ممكن يعمل في الحال؟ لو مش قادر يصوم؟ أيوة. نعم. يعني إذا كان هذا الشخص عاجز عن الصيام عجز مطلق ودائم، واضح الحكم الشرعي أنه يدفع فدية ليطعم مسكين عن كل يوم يفطره، فدية صيام. إذا كان عجزه دائم لسبب صحي أو لسبب قاهر، يعني في الغالب يتعلق بأشياء بدنية، إذا كان عجز هذا الإنسان عن الصيام والقضاء دائم يكفر أو يدفع فدية صيام عن كل يوم يفطره، اللي قدرت في هذا العام في حدها الأدنى 9 شواكل. نعم. عن كل يوم. نعم. إحنا بنعرف إنه الحكمة من صوم رمضان هو ارتقاء الروحانيات والتخلص من السيطرة المادية والقدرة على ضبط النفس، فهل تجد إنه الناس قادرين إنهم يطبقوا هالشي ولا بس هو صوم عن الطعام والشراب؟ له يعني العبادة كلها، كل العبادة تهذيب للسلوك. نعم. مرتبطة بتهذيب السلوك، يعني سلوك العابدين مهم جدا إلى جانب التقرب بالشعائر. يعني من لم تنهو صلاته عن الفحشاء والمنكر فلا صلاة له. نعم. من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشربه. وبالتالي ترتبط سلوكات الناس مع شعائرهم. يفترض أن يكون الصيام مثلا مدرسة. نعم. يتخرج منها الصائم من نهاية الشهر بتهذيب، باستفادة معينة في نمط حياته، في طريقته. لا يفترض فينا أن مثل ما دخلنا رمضان نخرج منه. نعم. كالذي ذهب إلى مدرسة ورجع بنفس الأمية بنفس المستوى. نعم. يعني الحياة. نعم. معنا اتصال سامح من عناتها منجيب عليه. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. تفضل أخي. في صلاة الله بركاته، عندي عصب شوية هيبقى رمضانية أو رامي جميل الطلاق على زوجته، فصحت حالة طلعت زوجته عندنا أخوه فوق بعد ربع ساعة ثلث ساعة. نعم. وكمان طلع فوق عصب بعض كمان مرة، فرمى يمين الطلاق عليها، فأجل الصبح هي بتحكي معي هيك، لأنه أنا بعرف بصلني في الجامعة بس أصير شيخ،
للاسف والله نمت وراحت علي صلاه الظهر وما قدرتش اسال الشيخ، فشفت البرنامج تحت المدرسه حبيت اسالكم والله. بعدين هو اياها انا قلت لهم يعني يفضل انه يظل تعطيه بالدار يعني مع بعض، بس يعني بعاد عن بعض يكونوا. اني هلا بنسال فضيله الشيخ شو رايه بالموضوع؟ يعني كل هالامور تتكرر بينهم. يعني احنا هلا بنسال. اسمع فضيله الشيخ شو رايه بالموضوع؟ هلا بنسال. يعني واضح جدا انه الاخ بيسال عن مساله الطلاق تخص غيره حتى ليس تخصه شخصي. نحن لا نجيب عن أسئلة الطلاق بالهاتف أو على الهواء، الأمر للحاجة الملحة لابد من نقاش الزوجين، لابد من أن يكون هناك حضور للزوجين. إذا أنت من عناتة أو هم جماعتك من عناتة بيجوا عندنا على الرام على الإدارة العامة لإدارة الإفتاء مع عقد الزواج، أهلا وسهلا فيهم، يجوا مبكرين بنناقشهم وبإذن الله نجيبهم خطيا بالمناسبة. يعني أنا ما بعرف ليش الناس بتزيد عندها العصبية برمضان، المفروض إنه يكون يعني تخف العصبية. مش عكس وصية الرسول صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة يعني والسلام. إن سبك أحد فقل اللهم إني صائم، تحلى بالحلم. يعني الناس بالعكس يعني بحجة الصيام بتدعي إنه يعني مسموح له يتعصب، مسموح له يتجوز، وهذا غلط خطأ. هذا كما تفضلت قبل قليل، فترات طويلة ممكن تأثر على الناس. لا اسمحي لي، هي المسألة يعني في البنية، في التربية، في التأهيل. نعم. يعني احنا لما يعني انا مرتبط بالسؤال اللي سالتيه قبل قليل، ليش الناس مش متغيره وليش بتصيرش؟ لانه احنا لا ناخذ العباده روح وناخذها. نعم. كما يجب لارضاء لله سبحانه وتعالى. طيب معنا اتصال عماد من فرع، بلاش يعصب عماد. السلام عليكم يا عماد. وعليكم السلام ورحمه الله. تفضل اخي. بسال فضيله الشيخ سؤال. نعم. الصيام ام لا؟ نعم، استعمال السواك للصائم هل يبطل الصيام؟ ولا يبطل الصيام، سنة استخدام السواك. السواك ينظف الأسنان ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. حتى معجون الأسنان اللي بيحتاج، احنا نفضل دائما يستخدم المعجون قبل ما يأذن الفجر. لكن واحد يعني قام من النوم بعد الفجر وجد نفسه بحاجة يستخدم معجون الأسنان بشرط ما يبلع شيء، وطبعا فيش حدا بحاول يبلع من المعجون شيء، فصيامه صحيح ولا يؤثر ذلك على صيامه. واستخدام السواك هو السنة، واستخدامه في الصيام لا يؤثر عليه إن شاء الله. نعم. معنا اتصال فايزة من بيت لقيا. السلام عليكم يا فايزة. عليكم السلام. ممكن أسأل الشيخ؟ بيسمعك. أنا الدور علي 10 أيام واليوم صايم، هل بجوز إني اليوم أصوم ولا لا؟ نازلة علي شوية اليوم العاشر. اليوم العاشر أنا بفضل ظل مفطرة، بكرة إذا يعني تم طهر بتصومي، إذا ما تمش بتصومي، لكن تتوضي لكل صلاة. نعم نعم. معنا اتصالات مخرجتنا ماجدة. نعم نعم. لو سألنا الصيام، في آية في القرآن الكريم بتقول كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، إذن الأمم السابقة كان في عندها صيام وكل الشرائع موجود للصيام، فهل كان صيامهم مثل صيامنا؟ وهل كانت الغاية من الصيام وقتها مثل الغاية من الصيام في وقتنا الحاضر؟ لم تذكر الآية شكل الصيام وكيفية الصيام في الأمم السابقة. نعم. المشاهد اليوم يعني احنا بنخالط المسيحيين، بنخالط ونسمع عن اليهود كيف يصومون، صيامهم يختلف، لكن في صيام ما بنقدر انا نشكك في شرعية هذا الصيام. يعني في صيام بطريقة، بأوقات، بحدود، بكيفيات معينة، وعندنا صيام بالكيفية التي نصومها. وبالتالي يعني لا يشترط ان يكون الصيام عند كل الامم السابقة وعندنا بنفس الطريقة والكيفية. يعني لكن الصيام، الصيام في اللغة امساك، مطلق امساك، هو الآية تنطبق على كل امساك يحصل من اهل الديانات الاخرى، وبالتالي يعني لا تضارب. المهم في صيام عند كل الاديان وعند كل الديانات. والغاية منه كانت واحدة ولا برضه ما بنعرف؟ يعني انه هو ضبط النفس، تهذيب. الغاية حلال. الغاية انت حكيتي كلمة كويسة قبل شوي، قلتي في الحكمة. يعني لا نتحدث عن غايات وعلل، لانه في قاعدة دائما بتقول العبادات لا تعلل. نعم. يعني لماذا فرض ما بنعرف. نعم. يعني هذا امر رباني، لكن ممكن نستنتج حكم من حقنا. نعم. معنا اتصال ابو حمزه من قلقيلية. السلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم يا اختي. تفضل اخي. والله انا مش عندي ما عنديش سؤال، انا عندي مداخله بسيطه جدا، ويريد المفتي لو يسمعنا. انا حكيت مع المفتي في حلقه سابقه،
عن موضوع الشفق الاحمر، انه في بعض الجماعات بقول لك لازم تضلك تفطر حتى يبان الشفق الاحمر من الشفق، وللاسف الشديد بتلاقيه بتبجح وبيشرب مي. رجاء اعطونا فتوى واعمموه على مستوى الوطن في هذه المساله، رجاء رجاء، حتى ان هذول الناس جماعه يعرفوا انه هذا مش حرام يعني. نعم يعني احنا تعقيبنا اللي بنعقب فيه دائما بهذا المكان وعبر الفتاوى اللي بنصدرها، انه احنا نثق تمام الثقة بالتوقيت المعمول فيه لدينا، هذا توقيت معتمد رعيت فيه الاعتبارات الجغرافية والفلكية وكل شيء، وبالتالي يفترض الالتزام فيه. تشتيت الناس وتشكيك الناس في عباداتهم قد يدخلهم إلى معاذير غير يعني محتملة، وبالتالي نقول لهؤلاء الناس ونضم صوتنا إلى صوتك، فليتقوا الله في المسلمين عبادات المسلمين، وليحذروا من الاسترسال مع تشكيك الناس في المواعيد سواء المغرب أو الفجر. نحن نقول لعموم الناس اللي بيسمعوا كلامنا يلتزموا بالمواقيت المعمول فيها، واللي بيأذوا المؤذنين في المساجد من خلال الالتزام فيها. نعم نعم، معنا اتصال بناخده. إسلام من غزة، السلام عليكم يا إسلام. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضلي. ممكن أكلم الشيخ؟ بيسمعك. بدي أسأل بالنسبة للحمل اللي في أول شهرين أو أول أربع شهور. نعم. لما متى يجوز لها الإفطار يعني؟ إيش هي الرخصة؟ جميل. يعني انت بتسألي سؤال عن الحامل بتفطر، الحامل اصلا يعني غير مطلوب منها تفطر وغير ولا يجوز لها تفطر اذا كانت تحتمل الصيام، لكن كعذر شرعي كرفع حرج عن الناس، ان واجهت الحامل صعوبة بالحمل واحتاجت الى تغذية، بعض ما بتستطيع يعني بتستفرغ دائما، بعضها بتاخذ علاجات معينة، بعضها جسمها لا يقوى على الانقطاع عن السوائل، هذا بتصير من أصحاب الأعذار اللي بصح لها تفطر، اللي بصح لها تفطر وبصح لها في بعدين يجب عليها أن تقضي ما تفطره، لكن التي تستطيع الصيام نشجعها أن تصوم. نعم، يعني إن ذكر الشفق الأحمر ذكرت الحامل إنه هي بتعتقد إنه الحامل ممكن تفطر، ففي أخطاء شائعة بتصير في رمضان الناس ما بتدرك إنها أخطاء، بعض هاي الأخطاء بتقدر إنك تحكي لنا عنها؟ بعض الأخطاء الشائعة في رمضان مثلا إن الناس يعني لا يلتزمون بالمواعيد والمواقيت خصوصا الفجر، يعني بيتساهلوا بأخذ الدواء بعد ما أذن الأذان، أو مثلا بأخذ آخر شربة ماء بعد ما أذن، بعد ما يحكي الله أكبر، هذه أخطاء قاتلة لأنها يعني تقضي على صيام النهار اللي جاي، يعني بده يصير ملزم بقضاء. من الأخطاء الشائعة أيضا الناس يعني كثير منهم بفكروا إذا نسي خلال الصيام بأي نسيان يعني هذا بده يقضي يوم وواجه رباك وما بعرف إيش. من الأخطاء الشائعة أيضا بظن أنه لو خرج عليه الفجر لسبب ما وهو على غير طهارة من يعني يجب عليه غسل، أنه يعني صيامه غير صحيح. لا، هذا ليس له علاقة، يعني الطهارة من الحدث الأكبر غير مرتبطة بالصيام، والطهارة للصلاة وليست للصيام. بالضبط. نعم نعم، ايضا اخطاء اخرى ولا يعني هي هاي اكثر الاخطاء. ليش بدك تركز على الاخطاء عشان نشجع الناس عليها؟ لا، انه عشان ننبههم انه هذا خطا، لانه كثير ناس مثلا بيجي بيحكي لك من الاخطاء الشائعه برضو في رمضان والصيام اللي تلاوه القران ونقعد نعيد. سامحك الله، يعني انا بديش الناس تفطر. لا والله، انه في ناس كثير يعني بصير عنده الكم اكثر من النوعيه والكيف. نعم. يعني بصير كم مره ختمت المصحف وكم، وبعضهم انا بستغرب يعني بأي طريقة بيكره لما انه بيختم المصحف بهذا العدد بهذه الكمية. يعني قديش عدد سمعته كان أكبر عدد؟ في 10 وفي كذا وأكثر بجوز بعضهم، وختيري يعني مش ناس يعني بتقولي بتعودين على القراءة. يعني القراءة المعتبرة أصلا اللي بده أجر أكثر يتدبر في الآيات ويقرب لسانه مش بس في العينين، لأنه في أجر فيه. هل هذا السؤال اللي بدي أسألك، عند قراءة القرآن الكريم هل يعني يشترط أنه يكون إنسان عوضه، وهل يشترط أن تكون بنت لابس المنديل، وهل يشترط أنه أقرأ بلساني مش بعيني؟ هذا ثلاث أسئلة. نعم. أول واحد على وضوء يفضل وليس شرطا، مش ليس يعني شرطا.
يفضل، لأنه قراءة القرآن تعبد وعبادة، يفضل أن تكون بوضوء كامل. نعم. لكن لو قرأ بغير وضوء بإذن الله مقبول. نعم. بإذن الله، خصوصا للمضطر والمحتاج. تقرأ القرآن غير منديل جائز بدون حرج. نعم. لأنه في بيتها وليست ملزمة، هي ليست في صلاة. نعم. والمنديل والاحتشام الكامل مطلوب للصلاة، لكن قراءة القرآن لا يلزمها ذلك. نعم. خصوصا الدنيا شوب الدنيا كذا، نشجع الناس يكون القرآن متيسر لهم في قراءته بدون تشديد. نعم. بإيش يعني تشديدات غير لازمة وغير ضرورية. اللهم صل على سيدنا محمد. بالعينين أو باللسان؟ لا، الأفضل باللسان، بس اللسان لا يزعج من حوله، يعني يقرأ ليسمع نفسه فقط دون أن يسمع الآخرين. يعني المسجد يعني لا يفترض فيه أنه كل الناس اللي فيه، وبعدين ليس كل الناس يقرؤون في المسجد، بس القراءة بالعينين برضه بتجوز مقبولة. يعني بإن الله في مسك المصحف قراءة بالعينين جائز وفي مثوبة، لكن نقرأ نحكي عن كيفيات الأفضل. نعم. يعني حتى تسمى قراءة لا يجب أن يكون في هناك نطق. نعم نعم. معنا اتصال شادي من جنين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام، يعطيكم العافية. يزيدك عافية، تفضل. إذا سمحت نسأل الشيخ، المرأة التي تنجب متى يحق لها أن تصوم؟ التي تنجب يعني بيحكوها في نفاس. نعم. طبعا المرأة التي يعني تنجب أو تلد يعني تبقى في نفاس حتى تطهر. هذا الطهر غير محدد بمدة، يعني أقل المدة، ممكن أكثرها محدد في الفقه. بعض العلماء قالوا 40 وهو الأغلب، وأربعين يوم، وبعضهم قالوا 60. الآن احنا بنقول لو طهرت المرأة التي ولدت بعد 10 أيام، بعد أسبوعين، ورأت الطهر، هي تصوم وتصلي وغير ملزمة بأن تفي بكامل المدة. نعم. حديث قدسي يقال أن الله يغفر للصائمين إلا 4: مدمن الخمر، عاقل والدي، قاطع رحم، ومشاحن. نعم. إن هدول 4 لن يغفر الله لهم حتى لو استغفروا؟ ما هو أنت يعني ذكرت 4 هذول بالحديث اللي هم مرتبطات بالغير. نعم. لأن غير مرتبطات بإثم وزال. نعم. يعني إثم عملناه خطأ وذهب وراع، يعني ربنا يغفر أقصى الذنوب وأكبرها وأعتاها، لكن إذا وجد من العبد توبة صادقة ونصوح. لكن يعني عقل والدي يعني مستمر في العقوق، بيشرب خمر بعضهم، يعني بيشرب خمر على الإفطار بعضهم، يعني رغم أنه بصوم لكن ما بتورعش يأخذ المنكرات. هاي قضية المشاحن، يعني اثنين، يعني لا يحل مسلم أن يهجر أخاه فوق 3. ما في ناس ما بينفع أنك تصالحها كمان، يعني ما بينفع أنه أنت يعني في خلاف كبير بيكون صعب أنه أنت. لا، المؤمن اللي بيسعى للأجر والمثوبة بده يسعى ويبذل الجهد. لما جاء الرجل وقال يا رسول الله أصلهم ويقطعون ولا يقبلون، قال كأنما تسفهم المل، الرمل الحار، يعني كأنك أنت بهالعمل اللي بتعمله ما بدنا نضل ننتظر في المقابل أنه هو يبادر. مرات كثير الناس بحاجة لمن يعلق الجرس ومن يبادر. نعم. وبالتالي خيرهم الذي يبدأ بالسلام. نعم نعم. معنا اتصال أحمد من بيت فجار. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. تفضل. يعطيك العافية شيخ، حياكم الله. أحمد، بس لو تسمعنا من الهاتف بخير. وتوطي صوت التلفزيون. ماشي. كل عام وانت بخير. وانت بخير شيخ. أنا والله خطرت من نفحص 15 مرة. انت بتحكي ان يعني ما بزبطش البيت هاي ختم القرآن بسرعة ما شاء الله بسبع أيام. في سنة ختمت 15 مرة. بسنة. نعم. بسنة. أول شيء أنا بطلب من الله أنه يتقبل منك ومنا ومن كل اللي بيقرأوا المصحف، وأن يثيبهم على ما يبذلون من جهود في هذه العبادة. احنا ما بنقول بس يعني اللي بنطلبه انه الناس تقرأ قراءة تدبر، وأن لا يكون في بين الناس تباهي بالقراءات. ختمت 10-15 او مرة، يفترض هذه الامور ان تكون بين الانسان وخالقه، وان تكون الانسان يعني من الانسان نوايا صادقة ومخلصة انه بتقرب في هذه القراءة وهذا الختم للمصحف لله سبحانه وتعالى. ما بدنا ختم مصحف بس لمجرد نعد كتمات بس، شكلك ان شاء الله بيكون من الناس الحريصين وربنا يتقبل منهم. اللهم امين يا رب. نعود للحديث القدسي. نعم. معنا اتصال نور من جنين. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. تفضلي يا نور.
بدي أسأل فضيلة الشيخ، هل يجوز إعطاء زكاة مالي لأخي المتزوج الفقير؟ أنا غير متزوجة ولكن أخوي لا ينفق علي. يصح لك أن تعطي أخاك المتزوج الفقير ولو كنت غير متزوجة، بالعكس يعني قد يكون هو أولى من غيره إذا كان فقير وأنت تعرفين حاله، فلك إن شاء الله أجر الصدقة وأجر الصلة. نعم، معنا اتصال آخر. ناصر من نابلس، السلام عليكم ورحمة الله يا ناصر. عليكم السلام، الله يعطيكم العافية. تفضل أخي. بدي أسأل الشيخ، صار معي موقف بالمحل، أنا عندي محل مشغل بشتغل بضاعة معينة، وكان جاي عندي زبون، سمعتيني؟ نعم نعم. كان عندي زبون حلف يمين إلى ياخذ الشغل بعد صلاة التراويح، خالصة أو مش خالصة. هلا إجي مشان أني يعني أطيب خاطره، قلت له يا عمي خذ جزء منها وبترجعها بكره مشان أكمل لك إياها. هلا هذا الرجل حلف إنه ياخذ كل البضاعة، أعطيته جزء منها على أساس إنه اليوم يجيب بقية البضاعة وأكمل له إياها. هل أني أفتيت ولا هل أني أخطأت ولا هو وقع عليه اليمين؟ افتونا جزاكم الله خير. جميل جميل، يعني يبدو إنه صاحبك هذا حلف يمين وتم الحنث به، لأنه هو ما بنفع أنت تبرر وتأخذ بالموضوع مجزأ. هو حلف يا بأخذ كل الشغل، خالص أم الشغل، كان حلف يمين حسب ما فهمنا كل الشغل، لما أعطيته جزء من الشغل يعني أنت يعني باعتبار حنست بيمينه، وهذا عليه كفارة يمين، إطعام 10 مساكين، إن عجز يصوم 3 أيام. نعم، يعني نرجع للحديث القدس اللي بدينا فيه. أيضا معنا اتصال من غزة، توفيق المغربي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. تفضل يا توفيق. والله بدنا نسأل يعني للي بصوم طول النهار يعني وبعد الفطرة مباشرة بيشربوا الممنوعات والقصص اللي زي هيك، وحاجة تانية ما يعني هي وجوزها، جوزها بتصحر لحال وهي لحال، وعلى الفطرة حتى زوجها بفطر في مكان وهي بمكان، يعني ما فيش بينهم انه معنى رمضان زي ما احنا بنحكي يعني بالعامية انه عشر رمضان بتصير اللحمة وبتصير المسامحة وكذا، ففي مشاكل وايش يعني الحكم عليهم هدول الناس. بس ما يكونش هو نفسه اللي بيشرب، اللي بيشرب الممنوعات بعد الافطار. لا هذا واحد وهذا واحد، يعني هدول الناس وهدول الناس. خلينا نجاوبك على الاثنين. اولا بالنسبه للي بيشرب، لا شك انه هو الصيام يسقط عنه ما دام لم يشرب خلال فتره الصيام، هو يؤدي واجب لكن يلحقه اسم الكبيره اللي هو شرب الخمر وبالتالي او المنكرات او اي محرمات. السؤال الثاني بالنسبه للزوجين المتخاصمين المتشاحنين، يفترض يعني يتقوا الله في بعض، والزواج ما وجد الا للحب والوئام والاتفاق، ما وجد للشحناء والبغضاء والخصومة اللي تصل لهذا المستوى. يفترض في الناس اللي حواليكم يتدخلوا في الإصلاح بين هذول الزوجين بالمعروف والإحسان، ويتقوا الله في بعض، لأنه الحياة بدون أنس وبدون جلوس مع بعض يعني بتفقد قيمتها وجوهرها، وبالتالي ننصح هؤلاء يذهبوا إلى مفتي غزة أو مفتي وين أنتوا ساكنين، إن شاء الله يجدوا إرشادات توجيهات مناقشات قد تقرب القلوب. نعم، فضيلة الشيخ إبراهيم خليل عوض الله نائب المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، أسعفنا الوقت وما سألنا السؤال، إن شاء الله بنسأله الحلقة الجاي. جزاك الله عنا وعن المشاهدين كل الخير. وصلنا لنهاية لقاءنا، انتظرونا في حلقة جديدة غدا إن شاء الله، وتقبل الله صيامكم وقيامكم، ولا تنسونا من دعائكم إحنا ومخرجتنا الرائعة ماجدة ثابت. في أمان الله.